رجعت على البيت، وبعدين كانوا في ناس بتقول ان هم عايشين، بس في الاخر الخبر طلع ان هم توفوا. يعني اتاكدت ازاي يعني؟ اتاكدت من اول ما صفحه الاهلي نزلت، فلان هم اكيد موثوق منهم يعني. فاول ما نزلوا انا كده اتاكدت، بديت بقى ان انا ادعي لهم، وكلنا كنا بنعيط والله عشان بجد فرقهم صعب جدا يعني. طب هو ايه اللي حصل اصلا؟ بقى لنا قد ايه؟ انا صاحبتهم من اكتر من سنتين. طب هو ايه اللي حصل اصلا؟ هو ايه اللي حصل؟ هم كانوا رايحين يجيبوا اكل من الناحيه الثانيه، فالترحال كان بيتحرك، فهم فاكرين ان هو كده هيمشي، فهم رجعوا من نص الطريق فالعربيه خبطتهم، فرمتهم على الرصيف الثاني وجالهم نزيف يعني. طب اخر موقف ما بينك وما بين نرجس كده؟ كان في ماتش، كان من ماتش كده من قريب، كنا رايحين مع بعض وقعدنا نتصور وبس كده، ده كان اخر ماتش. اخر كلام بينكم؟ اخر كلام بينا كان امبارح الصبح الساعه 10. قالت لك ايه بقى؟ كانت بترن عليا علشان انزل اروح الماتش، بس انا مامتي قطعت التيكت يعني، قالت لي ما تروحيش، فما روحتش معاهم. طب هي قالت لك متعودين تحضروا الماتشات يعني مع بعض؟ ايوه طبعا، كل الماتشات مع بعض. ما بتفوتوش ماتش الاهلي؟ لا كلنا مش بنفوت، رغم يعني بعد المسافه عادي بنروح وراه عادي. نورهان من المنوفيه. هي كانت قاعده في العيد، هي قاعده في القاهره عموما، بس هي بتروح المنوفيه في العيد، فهي كانت جايه من المنوفيه. يعني هي اصلا عايشه في القاهره او مغاربه؟ عايشه في السلام هنا. عايشه في السلام، ولكن اهلها يعني في البلد في المنوفيه. هم بيروحوا في العيد في المنوفيه زي اي حد عادي. ولكن قطعت الاجازه بتاعتها عشان ماتش الاهلي. طب يعني وصلنا علاقتك بنورهان ونرجس يعني؟ ايوه بصراحه يعني هم كويسين جدا يعني، فايه الخير اللي هم بيعملوه، السكنات اللي بعتت لنا، هما بيكلموا حد بيقولوا عايزين مثلا نعمل خير، وكل ده ان شاء الله ربنا يجعله في ميزان حسناتهم. هما كويسين جدا ما شاء الله عليهم. بتدرسي ايه؟ نرجس بتدرس حقوق ثالثه في حلوان، ونورهان في اثار. طب يعني على المستوى الشخصي بتعرفيهم بقالك سنتين، اكتر موقف جمعكم بعض وحسيتي؟ هي الماتشات اللي كانت دايما جمعانا، مفيش خروج جمعاتي، كان دايما الماتشات. انت بتقولي انها كانت متشائمة؟ هي هي معايا سكرين وهي كاتبه ان هي متشائمة من الماتش، بس عايزه تروح يعني، كانت خايف يعني، كانت حاسه ان هيحصل حاجه. بتقول لها انت ما حجزتيش؟ انت ما حجزتليش ليه؟ فهي قالت لها انا متشائمة اصلا، بس الاهلي ده حبيبي. بالظبط.